حضرتك كلمنا بقى عن اليوم الجميل ده، يوم زيارة الست. النهارده احتفال بمولد ستنا الكريمة، ستنا السيدة زينب عقيلة بني هاشم، بنت الإمام علي، بنت ستنا فاطمة الزهراء، بنت حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإحنا اتشرفنا في مصر إن حضرتها شرفت مصر وجات هنا ومقامها الشريف الطاهر هنا، وده المولد بنحتفل بيه كل سنة أحباب الست، وبنقدم بعض من صفات حضرتها من الجود والكرم والاحتفاء بالزوار وكرم الضيافة. وأنا شخصيا من مواليد السيدة وأشرف بها، ومرتبط وعاشق لست السيدة زينب جدا، ويعني على طول بحتفل في كل المناسبات أسيادنا على البيت، وخصوصا ستنا السيدة زينب. والبيت اللي أنا قاعد قدامه ده بيت مفتوح لها وباسمها، اسمه البيت الزينبي، معمول خصيصا لحضرتها، بيطلع منه لوجه الله تعالى يعني، وبفضل اسيادنا واللي اتعلمناه منهم يعني من حضرة النبي. ودي بنتي يا سيدي، واسميتها زينب على اسم ستها، ودي البنت الوحيدة اللي في العالم يعني اشرف بده انها نزلت من بطن امها على مقام ستنا السيدة زينب. اول ما اتولدت نزلت بطن امها راحت لمقام ستنا السيدة زينب.